بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله راح نبلش في الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند مثل ما حكينا في المحاضرة السابقة. في المحاضرة السابقة كملنا الانترودكشن فور ذا اندوكراين سيستم، واليوم إن شاء الله راح نبلش في الجلاندز أو الميجر جلاندز هنا أور بادي. أول تو جلاندز راح نبلش فيهم اليوم هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند باجزائهم الانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري. اكيد لما اخذتوا في الاناتومي النيرفس سيستم مر عليكم الهايبوثالاموس كجزء من السنترال نيرفس سيستم في الداينسيفالون اللي بتكون من ايبوثالاموس وثالاموس وهايبوثالاموس. من الجهه السفليه من الهايبوثالاموس يا جماعه هذا هو الهايبوثالاموس هون. من الجهه السفليه بالنسبه له في عنا جلاند تتبع للاندوكراين سيستم بنسميها بيتيوتري جلاند، بنسميها بيتيوتري جلاند او بعض الكتب بسموها هايبوفيسز. فبالاول نحكي شوي عن الاناتومي وبعدين نبلش في هرمونات الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند والميجر فانكشن بالنسبه لهم. فمثل ما حكينا لو نيجي هذا المكان في البرين كابرو بنلاحظ في عندنا هنا الهايبوثالاموس اللي هو جزء من السنترال نيرفس سيستم وهو ايضا جزء من الاندوكراين سيستم يعتبر. والجهه السفليه منه في عندنا لينك تو ذي ستراكشر اللي بنسميه انتيريور سوري بيتيوتري جلاند باجزائها الانتيريور والبوستيريور تو لوب. والبيتيوتري جلاند يا جماعه بيسموها العلماء باسم هايبوفيسز، بيسموها العلماء باسم هايبوفيسز. وهذه الهايبوفيسز يا جماعه بتكون موجوده في بوكيت بسموه سيلا تورسيكا. هذا البوكيت التجويف بسموه سلة تورسيكا، والسلة تورسيكا يا جماعة بيكون جزء من السفينويد بون at the base of the brain just below the hypothalamus. البيتيوتري جلاند يا جماعة واضح انها ماسكة مع مين؟ البيتيوتري جلاند مع الهايبوثالاموس في structure بنسميه infundibulum. اذا مكان التقاء الهايبوثالاموس بالبيتيوتري جلاند المكان بالنسبة لهم شو بنسميه؟ انفانتيبيولم، اوكي؟ اور بيتيوتري ستاك. وهذا المكان الانفانتيبيولم يا جماعة أكيد راح يحتوي على أكسونات. أكيد راح يحتوي على أكسونات وعلى بلاد فيزل، سمول بلاد فيزل. إذا منطقة الانفانتيبيولم هي مكان بربط الهايبوثالاموس مع مين؟ مع البيتيوتري جلاند. وتحتوي على ايش؟ على اكسونات، هذا لونها على صفار، وتحتوي ايضا على سمول بلاد بيزل بسموها بورتال بلاد بيزل، راح نحكي عنها كمان شويه. شو بنسميها؟ بورتال بلاد بيزل. بورتال لانه في لها تو كابيلاري بيد، اثنين. هاي كابيلاري بيد وهذه كابيلاري بيد، بتكونوا ايش؟ مفتوحين على بعضيهم البعض. البيتوتري جلاند يا جماعه واضح انها بتتكون من تو لوبس، لوب كبير بنسميه انتيرلر لوب الجهه الاماميه، قلوب اصغر منه بنسميها posterior pituitary gland. الانتيريور بيتيوتري جلاند يا جماعه تحتوي على كلاستر اوف سيلز، هذه مجموعه وهذه مجموعه، هذه مجموعه، هذه مجموعه، هذه مجموعه. وكل واحده من هذول الكلاستر اوف سيلز الاندوكراين سيلز بتكون متخصصه عاده بانتاج نوع او نوعين من الهرمونز. في المحاضرة السابقة يا جماعة اللي بتتذكروا حكينا في عنا انه مشان يتم افراز الهرمونات من اي غدة في عنا ثلاث عوامل رئيسية، الايونز والنيوترينز رقم واحد، والنيورونز رقم اثنين، والتروبيك هرمون رقم ثلاثة. فعنا يا جماعة الهايبوثالاموس بيعطيني مجموعة من الهرمونات، اوكي، تنزل عن طريق الاكسونات للانفانتيبيلم. وهون يا جماعة الانفانتيبيولم بنكملهم بالدم بروح لوين؟ للانتيريور بيتيوتري. كل هرمون بتم افرازه من الهايبوثالاموس بيتحد مع مستقبل له هون في البيتيوتري في الانتيريور بيتيوتري وبخليها تعطينا هرمون اخر. مثلا اذا عندنا هرمون واحد بيعطينا 1 برايم، 2 2 برايم، 3 3 برايم. لهذا السبب يا جماعه اذا صار تيومر في مجموعه من هذه اللي هون او هون مثلا تيومر بزيد افراز بس هرمون واحد عاده، ممكن اثنين بس واحد. ليش؟ لأن كل مجموعة من هذه الكلاسترز بتكون من الاندوكراين سيلز بتكون متخصصة بإنتاج نوع واحد أو أحيانا نوعين
من الهرمون. البوستير بيتوتري يا جماعه ما بتنتج هرمونات، does not synthesize any hormone. بيجينا هديه عن طريق الاكسونات من الهايبوثالاموس، بتخزنهم لفتره من الزمن، بعدين بتعمل لهم secretion to the blood stream. بتعمل لهم secretion لايش؟ to the blood stream. اذا حكينا الكونكشن ما بين الهايبوثالاموس والبيتوتري، بنسميه ايش يا جماعه؟ الانفانتبليوم. والانفانتبليوم حكينا انه بيحتوي على اكسونات وبلاد فيزلز. اوكي، هلا وجد العلماء انه الانتيريور بيتوتري، هذا الانتيريور بيتوتري هي عباره عن انفاجينيشن فور ذا ابر جو بالمراحل الجنينيه الاولى. لو نيجي نتطلع على المراحل الجنينيه الاولى على الامبريكالي او امبريولوجيكالي، بتكون هي عباره عن انفاجينيشن للفيرانكس. الفيرانكس تعرفوا الفيرانكس بيكون طالع للجهه العلويه وبيعطينا شيء اسمه انتير بيتوتري، بينما البوستير بيتوتري هي امتداد لمين؟ للهايبوثالاموس. البوستير بيتوتري هذا اللي هون هي عباره عن اكستنشن للهايبوثالاموس. اكستنشن للهايبوثالاموس، هذا الكلام معناه ان البوستير بيتوتري هي عباره عن ايش؟ عن نيرون. هي عباره عن ايش؟ عن نيرون. هلا في عندنا هون منطقة يا جماعة، اوكي، منطقة بيسموها ميديان ايمينس. في عندنا هون منطقة ميديان ايمينس، واكيد هاي المنطقة مثل ما انتم شايفين بيكون فيها بلاد فيزلز وايش كمان؟ واكسونز. فالجنكشن، الجنكشن اللي بيكون ما بين الهايبوثالاموس وما بين الانفانديبولم، هذا الجنكشن اللي بينهم المفترق بيسموه العلماء باسم ميديان ايمينينس. شو بسموه العلماء؟ ميديان ايمينينس. اذا بتلاحظين هنا في عندنا كابيلاريز وفي عندنا اكسونات. الكابيلاريز الموجوده في الميديان ايمينينس، هذول الكابيلاريز هنا، الكابيلاريز هذه الموجوده هون بالنسبه لهم تتحد مع بعضيها البعض مشان تعطيني شيء اسمه هايبوثيلامو بيتيوتري بورتال فيزل. كلمه بورتال يا جماعه، كلمه بورتال هذا الكلام معناه انه الفينز كونكت تو كابيلاري بيدز، هذه واحد كابيلاري وهذه كابيلاري بيد هون، اوكي؟ تنتين بيكون مربوطين مع بعضيهم البعض، بظل نزلتنا وين؟ للانتيريور بيتيوتري. بظل نزلتنا وين؟ للانتيريور بيتيوتري. لهذا السبب يا جماعه الهرمونات اللي بتم انتاجها من الهايبوثالاموس نص المسافه بتنزلها عن طريق اكسونات والنص الثاني عن طريق البورتال بلاد فيزل بتيجي هون. لهذا السبب لو اسال سؤال يا جماعه، لو اسال سؤال يا جماعه الخير هون، لو نسال ايش؟ سؤال، اوكي؟ لو نسال سؤال، الهرمونات اللي بتروح من الهايبوثالاموس وبتنزل نص المسافه بالاكسونات والنص الثاني عن طريق البورتال بلاد فيزل اللي هو تو كابيلاري بيد لينك تو ايتش اذر، هذول بروحن على الدوره الدمويه اللي بجسمي 5 لتر دم ولا ما بروحن؟ بضلين هون؟ يلا جاوبوني، اكتبوا على الشات. بروحن على الدوره الدمويه اللي ما بروحوا؟ شو رايكم؟ نعم صحيح، ما بروحوا على الدورة الدموية. لهذا السبب يا جماعة هرمونات الهايبوثالاموس اللي بتنزل على البيتيوتري تركيزها بيكون قليل جدا جدا جدا، إلا إنه بتأدي وظيفتها بشكل طبيعي. لهذا السبب ما بيصير لها ديليوشن بالسيركوليشن اللي هو 5 6 لتر دم، أوكي؟ لهذا السبب نسأل سؤال، ليش تركيز هرمونات الهايبوثالاموس اللي بتنزل على البيتيوتري قليل جدا جدا؟ هو بشكل عام تركيز الهرمونات عندنا في الجسم قليل بالنانو جرام والمايكرو جرام، الا انه تركيز هرمونات الهايبوثالاموس اللي بتنزل على البيتيوتري هذول يا جماعه بتكون قليله جدا جدا جدا. ليش؟ لانها ما بتتخفف بالخمسه سته لتر الدم الموجود عندنا، لانها ما بتذهب لمين؟ للسيركوليشن. المسافه هون بتكون قصيره جدا وما بروح لوين؟ على السيركوليشن. فصار عندنا هون هايبوثالاموس، صار عندنا هون بتيوتري، صار عندنا كونكشن بينهم بنسميه انفانديبيلم، والجنكشن اللي ما بين الانفانديبيلم والهايبوثالاموس بسموه ميدال ايمينانس، جواته بيكون في بلاد فيزل اند اكسونز. بالنسبه للبوستير بتيوتري شوفوا كيف هذا النيرون، هذا الاكسون بظل نازل قطعه واحده لوين؟ لحد ما يوصل للبوستير بتيوتري وبيعطيها هرموناتها، تتخزن بتصير ريليز. لهذا السبب ذا بوستيريور بتيوتري جلاند
does not synthesize any hormone. فهلا بدنا نحكي تفصيل اكثر عن البوستيريور بيتيوتري والانتيريور بيتيوتري، وبعدين نروح لوين؟ للهايبوثالاموس. نبلش في الاول اللي هو عباره عن مين؟ عن البوستيريور بيتيوتري جلاند. بشكل عام يا جماعه، اي ستيمولس، احنا صار عندنا هون ستيمولس بالهايبوثالاموس، بيعطينا الهرمون الاول بضل نازل عن طريق الهايبوثالاميك بيتيوتري بورتال بلاد فيزل للانتيري بيتيوتري، بتعطينا الهرمون رقم اثنين. الهرمون رقم اثنين بروح على الغده رقم ثلاث وبعطيني الهرمون رقم ثلاث. هذا اسمه الكنترول سيستم للبيتيوتري جلاند، سواء وتحديدا لمين؟ للانتيريور بيتيوتري. تحديدا لمين؟ الانتيريور بيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري لها اسماء اخرى يا جماعه، بسموها بعض العلماء هايبوفيسز، بسموها بعض العلماء ماستر جلاند. ماستر جلاند لانها بتاثر على كل شيء جسم الانسان. مثل ما حكينا يا جماعه، نبلش هلا في اول جزء من البيتوتري جلاند اللي هو بوستيريور بيتوتري. البيتوتري جلاند تقسم الى نوعين، انتيريور وبوستيريور. البوستيريور بتكون اصغر من الانتيريور، واهم نقطه تعرفوها يا جماعه بنعيد وبنكرر، ان البوستيريور بيتوتري جلاند does not synthesize any hormone، ما بتصنع هرمونات. شو بتعمل هي؟ بيجوها هذه جاهزات من الهايبوثالاموس، بتخزنهم، تعمل لهم ستورج، بعدين تعمل لهم سيكريشن للدم. مين بيحكي لي متى ممكن البوستيريور بتتري تنتج هرمونات؟ وين تنتج هرمونات؟ انا حكيت انها ما بتنتج هرمونات، واضح؟ تعرف وين بتنتج البوستيريور؟ ممكن تنتج، مين بيعرف وين؟ نعطيه علامة زيادة. متى ممكن تنتج البوستيريور بيتيوتري هرمونات؟ إنتاج ذاتي. المعلومة بتحكي ما بتصنع البوستيريور بيتيوتري هرمونات، بيجي لها جهازات بتعمل لهم سيكريشن. بتعرف وين أنت ممكن تنتج؟ أنتوا بتخليها تنتج هرمونات بالامتحان، بحط لكم غلط عليها. بالامتحان بصير تنتج البوستيريور بيتيوتري هرمونات. طبعا هذا الكلام غلط. حط غلط عليه. واضح يا جماعة؟ مثل ما حكينا البوستير بوتيتري تعمل سيكريشن لتو هرمون، الأول اسمه أوكسيتوسين والثاني اسمه فازوبروسين. الهرمون الأول اسمه أوكسيتوسين والثاني اسمه فازوبروسين. هلا بدنا نحكي شوية عن الأوكسيتوسين وشوي عن مين؟ عن الفازوبريسين. مثل ما هو واضح عندنا يا جماعه هون، الاكسيتوسين له مستقبلات في مكانين، المكان الاول ان ذا بريست ان ذا فيميل، فبيعمل كونتراكشن للسموث مصل بالمامري جلاند ويؤدي الى الميلك سيكريشن او ميلك ايجكشن، افراز الحليب. ان ذا ايجكشن ريفلكس اوف ذا نيرسينج ماذر والايموشنال بوندينج، اوكي؟ اذا ميلك سيكريشن because of the contraction of the smooth muscle in the breast، أو إلها مستقبلات أيضا للسموث muscle الموجودة باليوترس، فبتساعد أثناء الولادة في الليبر، بتساعد في الدليفري، أوكي؟ بتساعد في عملية الدليفري أيضا. إذا تو ريسبتور بالنسبة لإلهم. الأول يكون موجود في السموث muscle in the breast، وهذا يؤدي إلى الميلك ejection during lactation، وأكيد هذا الكلام بده يكون in response to the stimulation of the nipple of the breast during nursing of the infant. والثاني ايضا مثل ما حكينا during labor، خلال الولاده. in a pregnant woman في عندنا stretch receptor in the cervix تؤدي اشارات للبرين والهايبوثالاموس، وهذا الكلام يؤدي الى افراز الاكسيتوسين، فالاكسيتوسين يؤدي الى contraction of the uterine smooth muscle، وهذا الكلام بيساعد in the born of the baby بعملية ايش؟ الولادة. للعلم الاكسيتوسين ايضا موجود في الميل،
موجود بالميل، ولكن الميجر فانكشن له از unknown. الميجر فانكشن له ايش؟ از unknown. بعد الاكسيتوسين يا جماعه نروح لوين؟ للفازوبريسين. الفازوبريسين اللي هو انتي ديوريتيك هرمون، الفازوبريسين اللي هو عباره عن ايش؟ انتي ديوريتيك هرمون، اسمه انتي ديوريتيك هرمون، مانع ادرار البول، يعني بيمسك ميه. اذا الميجر فانكشن له H2O retention، بيمسك ميه هون. وين مستقبلاته راح تكون؟ لو اسالكم سؤال، بيمسك ميه تطلعش برا جسمي، بدير باله على الووتر بالانس، مين بيحكي لي وين مستقبلات الفازوبريسين بجسمي راح تكون؟ يلا تنشوف، اكتبوا على الشات. وين؟ in the kidney. وبالكدني بنعرف انه في عندنا نفرون، والنفرون فيها رينال تيبيول، والرينال تيبيول اخر مقطع بالديستال تيبيول والكوليكتنج دكت، هناك بكون مليانه مستقبلات الفازوبريسين مشان تمسك لي معظم الميه للجسم. فيا جماعه الفازوبريسين انتي ديوريتيك هرمون بيمسك ميه. لو اسالكم سؤال، لما تكون الدنيا مطر والطقس شتاء، الدنيا مطر والطقس شتاء وبرد، تتوقعوا الفازوبريسين بجسمي بيكون نورمال ولا عالي ولا واطي؟ فكروا قبل ما تجاوبوا. سؤال، الدنيا مطر وفيش تعرق، ما تعرقش، فالفازوبريسين بيكون واطي لانه ما بلزم جسمي كثير يحبس ميه. بينما لو كانت الدنيا صيف واحنا ماشيين برا وبنعرق، اكيد بده يكون عالي مشان يحافظنا على الميات اللي عندنا. طيب للعلم، برمضان العصريات قبل الافطار بساعتين ثلاثه، شو بتتوقع يكون الفازوبريسين؟ عالي ولا واطي؟ عالي ولا واطي بيكون؟ نعم صحيح، بيكون عالي مشان شويه هالميه اللي عندنا يضلين موجودات عندنا. اوكي، نقطه اخرى، تعرفوا يا جماعه انه في دواء بالصيدليه بيكون في فازوبريسين؟ في دواء بالصيدليه يا جماعه في جوات فازوبريسين بعيار 0.1 و 0.2 ملي جرام، او مش فازوبريسين، مشتقات الفازوبريسين، بس هو بيكون فازوبريسين اجونست. تعرفوا ايش بيستخدموه؟ بيستخدموه، تعرفوا؟ بيستخدموه للاطفال، نعم صحيح، بشكل عام فور incontinence، للتبول اللا ارادي، قبل ما ينام الطفل المغرب، طبعا هذا اللي عمره 6 سنين و7 سنين و8 سنين، اوكي؟ بيعطوه حبه فازوبريسين فطوالي جسمه بعد ساعه بتأدي مفعولها، تروح تمسك كل المي الموجوده في الكدني، فما بتكون يورين، فطول الليل 8 ساعات اللي بكون الطفل فيه النايم بتكون البلادر المثاني مالها فاضيه، ما فيها يورين. بصحى الصبح بنتي مفعول حبه الدواء، فبكون صاحي كل 6 شهر، فبامكانه يعمل نورمال يورينيشن، تبول ارادي، بدل من التبول ايش؟ اللا ارادي، وما له اي ثمار جانبيه، لانه اوريدي هو موجود هذا الهرمون بجسمه، بس احنا بنعطيه بجرعه ايش؟ جرعه اعلى. الفازوبريسين ايضا وجد العلماء، هذول الميجر فانكشن، وجد العلماء انه الفازوبريسين برضه له مستقبلات على السموث ماسل اللي بتكون موجوده في البلاد فيزل، وهذا الكلام يؤدي الى المسل كونتراكشن، والبلاد فيزل لما يصير لها مسل كونتراكشن بصير فيها فازو كونستريكشن، ولما يصير فازو كونستريكشن بزيد الريزيستنس وبزيد البلاد بريشر. هذا الكلام وين بصير؟ بصير يا جماعه لما كل ضغط الدم الناتج عن البلاد دوس عن النزيف يا جماعه هون، فالفازوبريسين اكت within the kidney to decrease excretion of the urine من خلال retaining the fluid in the body، فبيحافظ لنا على حجم الدم، فبيحافظ لنا على ايش يا جماعه؟ على حجم الدم. هيك اخذنا يا جماعه فكره عامه عن البوستيريور بيتيوتري، سواء كان اوكسيتوسين او فازوبريسين اللي هو بنسميه ايش؟ انتي ديوريتيك هرمون، بين قوسين اي دي اتش، بين قوسين اي دي اتش. بعد ما خلصنا البوستيريور بيتيوتري، وين بدنا نروح يا جماعه؟ بعد البوستيريور بيتيوتري وين بدنا نروح؟ بدنا نروح للانتيريور بيتيوتري، بدنا نروح لوين؟ للانتيريور بيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري جلاند يا جماعه مثل ما حكينا بتعطينا مجموعه من الهرمونات ناتجه عن
التروبيك هرمون اللي جاء من الهايبوثالاموس، فبتعطينا اف اس اتش وال اتش فوليكول ستيمليتنج هرمون اند لوتينايزنج هرمون، هذول بيبتايدز اوف كورس، ذي ار بيبتايدز اللي هو اف اس اتش وال اتش، تعطينا جروث هرمون، تعطينا ثايرويد ستيمليتنج هرمون، تعطينا برولاكتين، تعطينا اي سي تي اتش ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون، ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. نيجي نحكي عن كل واحد منهم بالتفصيل يا جماعه. الاف اس اتش والال اتش الريسبتور اللي لهم وين موجود؟ بالجونيدز ان ذا تيستس اند اوفري. فبيأدوا تو ميجر فانكشن، الاول بالجيرم سيل برودكشن اللي بنسميه جاميتوجينيسيس، جاميتوجينيسيس بالفيميل اوجينيسيس مشان تتكون الاوفم البويضه، بالميل سبيرماتوجينيسيس مشان تتكون السبيرم. بينما الوظيفه الثانيه بالنسبه لهم اللي هي برودكشن اوف ذا ستيرويدال سكس هرمون، بالميل التستوستيرون وبالفيميل استراديول والاسترون والاستروجين والبروجستيرون. الجروث هرمون تنزل وين؟ على الليفر، وبتخلي الليفر تعطي اي جي اف انسولين لايك جروث فاكتور، والاي جي اف بزيد الميوسيس والميتوسيس فبزيد الانقسام فبتعمل جروث، والجروث هو عباره انكريز ان سايز اند ماس. تي اس اتش ثايرويد ستيمولينج هرمون ظل نازل على الثايرويد جلاند، وهذا الكلام راح ناخذه ليتر اون، الغده اللي بعد هذول راح ناخذ الثايرويد جلاند، بخلي الثايرويد جلاند تعطيني تي 3 لترايودوثايرونين وتي 4 اللي هي تترا ايودو ثايرونين اللي بيسموه العلماء ايش؟ ثايروكسين تي 3 اند تي 4، هذول لهم وظائف مهمه في الميتابوليزم في كثير شغلات جسم الانسان از يو سي ليتر اون. البرولاكتين، البرولاكتين يا جماعه الريسبتور اللي له ان ذا بريست يؤدي الى الماتوريشن اند ديفلوبمنت اوف ذا بريست، يؤدي الى الميلك برودكشن ان ذا ماماري جلاند. وجد العلماء ايضا انه بالميل، هاي بالفيميل وبالميل، البرولاكتين له علاقه في الريبرودكتيف فانكشن هون بتركيز معين، طبعا بتركيز معين. نيكست وان الادرينو كورتيكو تروبيك هرمون، ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون بظل نازل على الادرينال جلاند، بروح على الكورتكس خليها تعطيني كورتيزول، كورتيزول علاج السحري، مليان الصيدليه يا جماعه كورتيزول، مليان الصيدليه ايش؟ كورتيزول باشكال مختلفه. طبعا في عندنا كمان اخرى هرمونين مش ذاكرهم اللي هو البيتا لايبوتروبين والبيتا اندورفين. ذا تو بيبتايدز اللي هم البيتا لايبوتروبين والبيتا اندورفين بيتم افرازهم الانتيريور بيتيوتري بشكل رئيسي، وبيعتقدوا العلماء انهم هذول عباره الهم بين كيلينج افكت ريليف ذا بين، مسكنات الالام بسكنوا الالام بدون واحنا واعيين بنكون ريليف ذا بين، ريليف ذا بين. اوكي طبعا في اخرى نقطه هون نحكيها انه الجروث هرمون يا جماعه، الجروث هرمون بيسموه العلماء سوماتوتروبين، له اسم اخر الجروث هرمون، اكتبه له اسم اخر عشان ما تتفاجئوا فيه اللي هو السوماتوتروبين، سوماتوتروبين هو الجروث هرمون. في عندنا كمان البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند بشكل رئيسي البيتيوتري جلاند لها اسم اخر اللي هو هايبوفيسز، لها اسم اخر شو اسمه؟ هايبوفيسز. الجروث هرمون له اسم اخر اللي ايش شو بنسميها؟ سوماتوتروبين، شو بنسميها؟ سوماتوتروبين. طبعا الاف اس اتش والال اتش والجروث هرمون والتي اس اتش هذول كليات يا جماعه عباره عن ايش؟ عباره عن بيبتايدز، عباره عن ايش؟ والاس تي اتش كلهم بيبتايد هرمون، كلهم عباره عن ايش؟ بيبتايد هرمون. التي اس اتش، شايفين التي اس اتش هذا اللي هون؟ التي اس اتش ثايرويد هرمون له اسم اخر اللي هو
ثايروتروبين اكتبوها كمان، تي اس اتش ثايرويد ستيمولينج هرمون، له اسم اخر اللي هو عباره عن ثايروتروبين. اوكي، هذه الميجر هرمونز اللي بتم افرازها من الانتيري بيتري، وذكرنا بالاضافه البيتا لايبوتروبين، البيتا اندورفين، وحكينا هذول وظيفتهم الرئيسيه في ايش؟ في تسكين الالم بشكل عام. بعد ما خلصنا الانتيري بيتري والبوستيري بيتري، لابد هلا يا جماعه الى ننتقل لوين؟ للهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس يا جماعه بيعطيني مجموعه من الهرمونات بيسموها العلماء باسمه هايبو فيزيوتروبيك هرمون، تسمى هايبو فيزيوتروبيك هرمون، او احيانا بيسموها هايبوثالاميك ريليزنج هرمون. هايبو فيزيوتروبيك هرمون او هايبوثالاميك ريليزنج هرمون، هذه بيتم انتاجها يا جماعه من نيرونز بتكون موجوده from the new different area in the hypothalamus، وبتنتهي وين؟ in the median eminence around the capillaries، اللي هي المنطقه اللي بيكون فيها البورتال بلاد فيزل، لان جزء منها بينزل هناك للبورتال بلاد للاريا، وبعضهم جزء كبير منهم بظل نازل لمين؟ للانتيريور بيتيوتري. لا الانتيريور بيتيوتري. ايش هم هرمونات الهايبوثالاموس؟ اكيد مر عليكم شوي في الفسيولوجي والاناتومي، بعض الشغلات راح اليوم ناخذها بالتفصيل ومل ان شاء الله. النوع الاول يا جماعه اسمه جرينوتروبين ريزنج هرمون، الثاني جروث هرمون ريزنج هرمون، الثالث سوماتوستاتين، الرابع ثايروتروبين ريليزنج هرمون، واللي بعده دوبامين، واللي بعده كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون الجلوتروبين، كل هذول شو بنسميهم مع بعض؟ هايبو فيزيوتروبيك هرمون او هايبوثالاميك ريليزنج هرمون. اول واحد يا جماعه اسمه جلوتروبين ريليزنج هرمون، بظل نازل وين؟ على الانتيرير بيتوتري، بخليها بوزيتيف تنتج اف اس او اتش ال اتش. الثاني اسمه جروث هرمون ريليزنج هرمون، بظل نازل على البيتوتر بخليها تعطيني جروث هرمون للنمو. الثالث اسمه سوماتوستاتين. شو اسمه؟ سوماتوستاتين بمنع انتاج الجروث هرمون. انا ما احكي عن جروث، بحكي عن ميوسيس ومايتوسيس، بدي ريجوليشن الها، لا بدها تزيد ولا تقل. ففي شيء بيعمل ستيميليشن للجروث وشيء بيعمل انهبيشن للجروث، ذيس از ذا كنترول، لانه اذا الخليه صار فيها ان كنترول سيل ديفيجن بصير كانسر لا سمح الله. اللي بعدها تي ار اتش ثايروتروبين ريليزنج هرمون، تنزل على البتيتر بتخلي البتيتر يعطيني ثايرويد ستيمولينج هرمون. الدوبامين بيمنع البرولاكتين، الدوبامين بيمنع مين؟ البرولاكتين. والسي ار اتش كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون بظل نازل على البتيتر بخليها تعطيني ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون. والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون يا جماعه بسموه العلماء اسم اخر اللي هو كورتيكوتروبين، اللي هو شو اسمه؟ كورتيكوتروبين. هنا نقطه للواجب اللي اعطيناكم اياه في المحاضرات السابقه للهايبر برولاكتينيميا، فاذا زاد الهايبر برولاكتينيميا اوكي، اذا زاد الهايبر بدنا نقلله، فشو ايش بعطوه؟ بعطوه الفيميل واحيانا الميل دوبامين اجونست. شو بعطوهم؟ دوبامين اجونست، مشان ايش؟ تمنع انتاج البرولاكتين، لانه اذا زاد البرولاكتين، اذا زاد البرولاكتين بياثر سلبا على الاف اس اتش وال اتش، فاذا زاد البرولاكتين بيمنع الاف اس اتش والال اتش، منع الاف اس اتش والال اتش ما في اوجينيسيس، ما في سبيرماتوجينيسيس، فبيعمل السيريليتي، فهذا السبب هذول الناس شو بعطوهم؟ دوبامين اجونيست مشان يقلل البرولاكتين.
فركزونا على الهوم ورك اللي اخذناه اللي هو الهايبر برولاكتينيميا، واخذنا ايضا واجب اخر ما حدا حط عنه على الجروب اللي هي الفيوكروموسايتوما. فشفتكم ولا واحد من كل الشعب حاطط على الفيوكروموسايتوما، فامبارح نزلت لكم فيديو انيميشن عن الفيوكروموسايتوما، فبدي شوية نشاط أكثر يا جماعة الخير. أوكي، هيك بنكون يا جماعة أخذنا فكرة عامة عن الهايبوثالاموس وهرموناته وظائفهم، فكرة عامة أيضا عن البيتيوتري جلاند سواء كانت anterior pituitary posterior pituitary مع الدسكشن للفانكشن اوف ذيس هرمون. أوكي، بالإضافة نعرف شوية anatomy and histology about the hypothalamus anterior pituitary posterior pituitary واللينك اللي بيكون بيناتهم اللي مليان بيكون blood vessel and axons. فبشكل رئيسي يا جماعة لما أحكي أنا على hypothalamus بيجيها أكشن بوتنشال بتعطيني كمثال كورتيكوترابين زينك هرمون بينزل على البيتيوتري عن طريق البورتال بلاد فيزل، بخلي انتي بيتيوتري تعطيني اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش بروح للدم بضل بلف بروح على الادرينال جلاند بخليها الكورتكس يعطيني كورتيزول، والكورتيزول يا جماعه هذا ما بيضل 24 ساعه شغال يعطيني كورتيزول، لما يزيد تركيز الكورتيزول بيأدي وظيفته وبعدين بيعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيري بيتيوتري ونيجاتيف فيدباك على الهايبوثالموس. اذا يا جماعه انا لا يعقل انه الهرمونات هذه 24 ساعه يتم افرازها بصير هايبر سيكريشن حالات مرضيه، فلا بد ليكون عندي تغذيه راجعه نيجاتيف فيدباك. هاي الغده الاولى، الثانيه، الثالثه، الهرمون الثالث بيمنع الثاني وبيمنع الاول، انه يمنعه هذا الشيء اسمه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. شو اسمه؟ نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. فاذا الثاني منع الاول بسموها شورت لوب، واذا الثالث منع الثاني ومنع الاول بسموها لونج لوب فيدباك، اللي طبعا بتكون ايش؟ عباره عن نيجاتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك كله نيجاتيف فيدباك، اذا كانت واحده بتكون شورت لوب، واذا كانت المسافه طويله الثانيه والاولى بسموها شورت لوب نيجاتيف فيدباك، خلالها نعمل ريجوليشن فور ذا كونسنتريشن اوف ذيس هرمون، لان لا بده يقل ولا بده يزيد، لانه اخذنا في المحاضره السابقه الهايبو اند هايبر سيكريشن تعتبر ايش يا جماعه؟ تعتبر ايش؟ تعتبر حالات مرضيه. بنكون هيك يا جماعه اخذنا الهايبوثالاموس البيتيوتري جلاند، وصلنا للمحاضره السابق القادمه ان شاء الله اللي هو عباره عن سكشن سي الثايرويد جلاند، راح ناخذها في المحاضره القادمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه. And welcome for any question.